تماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم إلى 1320 يوم، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 من الاشتراك في استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. كما قررت الحكومة الزيادة في المعاشات لبونسيون 5% مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا، وبأطار رجعي رجعنا ل 2020 لفائدة المحالين على التقاعد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والبالغ عددهم 600 ألف متقاعد في القطاع الخاص. ومن خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة حوالي 500 مليون درهم، ويسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي قد يصل إلى حد أعلى إلى 532 درهم. هذا ذاك لاباطمون اللي كان 60% نوصلوه ل 70%. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وذلك وفق مقاربة تشاركية شمولية ومستدامة. وإن هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريط ملف التقاعد كما ورثناه نحن، فقمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة بين قطبين عمومي وخاص، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية لصناديق التقاعد على المدى الطويل. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.